وينك وينك يا اخونا يا اخونا؟ انا سالتك وبدي رد اسالك. ما شفت اللي هذا اللي بيعمل هيك؟ شو بدك منه؟ عاوزه بشغله. شو الشغله؟ ما بيخصك، هلا عم بسالك، شفته ولا لا؟ شفته. وينه؟ راح من هون. من هون؟ شو بده مني؟ يلا يا خبر، هلا مصاري بكره ببلاش. صحيح، جيب لي اواعي التنكر تبع امبارح. ليش شو بهم هدول؟ ما مشي حالهم تبع اليوم؟ مشي حالهم بس هدنك صاروا راكور. شو قلت دكتور؟ راكور يعني لازم البسهم. شلون بدي بعدين افهمك راكور. المهم جيب لي اياهم. حاضر حاضر. الو، مرحبا ابو شريف، يعطيك العافيه. بدي اياك تساوي لي معامله مثل هذيك المعامله، بس هي بدي اياها دسمه اكثر. انا ببعت لك ابو صالح يجيبها. يعطيك العافيه. تفضل دكتور، هي تبع امبارح. ماشي، انت روح لعند ابو شريف جيب لي المعامله، بعدين لا تنسى بتخلي هذا الباب مقفول على طول بغيابي. حاضر. انا معك. يا سحر، ارجوك ارجوك ما تدخلي بخصوصياتي. ايه على الحكي، انا ماني صغير وانت مالك وصي علي لحتى تنصحيني. خلي نصايحك لحالك، انا بعرف مصلحتي مليح. مثل ما بدك. يا مرة بالمرة. لك من زمان بقى دخيل الله، لسه لا تروحوا لا تجوا لا تسهروا لا تنحموا، لك ملينا يا ليك طريق. صراحة ما بكفي تصدها هيك، يعني كلمتين أحسن من عشرة. فهمها إنه أنت شلتها من بالك، يعني ثانيا شو طالع لك منها؟ مو طالع لك منها شيء، وكل بنات الكلية أحلى وأحسن منها. يعني بس أنت شاور بأصبعتك لحي يلا بنت وبتجي لحالها ركض. لا حبيبي انت شاب ذو مواصفات قياسيه، مرسيدس مرسيدس حبيبي. فهمها بقى، هلا انت ستاندرد. يعني بهالمناسبه السعيده يا شباب انا معزوم عندكم. أو انا عازمكم. خلص انا بعزمكم، انا اللي عازمكم بالمناسبه. خلص حكيتها، شرف شرفوا. السلام عليكم. اهلين ابو الرعود. اهلين اهلين. طيب وين ما بينت يا منظوم اليوم؟ كافي عندي معامله يا عم بشير. عم تشتغل من ورا ظهري؟ ما اتفقنا نشتغل سوا؟ إيه بس قالوا لي انك بطلت هالمصلحه. مين قال لك هالحكي؟ هيك حكوا بالمديريه. إيه لا سيدي ما بطلت. رجعت؟ ايه. الحمد لله، مكسب انت النا بهالمصلحه. على كل حال هذيك المعامله اللي مشيتها مو محرزه، شغلتها 200 ورقه. بس اليوم معي معامله دسمه على كيفك. وين معامله؟ ليك شوف اياها بتمشي. بتمشي؟ بنركب لها رجلين بتمشي. قديش معلومها؟ هي معلومة 10,000 ورقة، متفق انا وياك 50-50، 50 تاك تطلع 5,000 ورقة. خلي المصاري بجيبتك ليوم حدا يشوفنا. حاكم في ناس عم يراقبوني وينقلوا اخباري للمدير العام. لا لا، باخذهم منك بمكان ثاني. وين؟ تعال معي لقلك. يلا شرف. لوين اخذني؟ لك هون جوا ناخذ راحتنا على التمام، ما حلو ياخذ منك المصاري هون، بركي حدا شافني. طيب بلعي تقبض مني غير بتولي جوا استرنا. يلا بس ما لك على شرف، كل شيء بدك تدفعه بدي اشوفه بعيوني. ها ايه ما راح خليك تشوف بعيونك منوب. فشيت كل خلقي فيه، حشك ولبك. شلون يعني ما فهمت؟ حشكته ولبكته. ما عاد يسترجي يقرب صوب المديريه بعد اليوم. حدا شافك؟ ما حدا شافني منوب. ما فكرت انت بالانسان هاد؟ شلون ممكن ارد لك اياها؟ لانه واحد مثل هاد ما راح يسكت ابدا. ايده ما تعطيه. انا لا شفته ولا شافني، ولا ضربته ولا ضربني. اخي يا مرعد، نحن صح. خلينا صحبي، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، ليه بقى تيجي لعندي لهون بمعاملات غير قانونيه؟ ايوه ابو زاهر، انت لون شو خايف؟ سلخت لك يا قتله، ما عاد يسترجي يجي لهون. بنرجع مثل الاول، من راسي لراسك. اخي بعد راسك عن راسي، وانا راسي بألف خير من الله. انا هالشغله بطلتها، ببنيها
في عندنا مدير عام مو سهل بنوب كانه بيشم عن ظهر ايده. وسمعت لك عنكم قصه ما بتصدق بنوب يا رجل ما بتصدق. اخي قوم عمي قوم الله يرضى عليك قوم طارق قوم هيك بدك ايه مثل ما بدك. السلام عليكم. مع السلامه. عمو سرك يا طلال. ها استاذ طلال. نعم استاذ. هذا سرك ما؟ نعم استاذ. ابعث لي ابو صالح من عندك. حاضر. الله يكسر ايديك. انا ابو العهد ابو ضباب ابو برق ابو خير خير دكتور. شو هاد شو هاد؟ مين عمل فيك هيك؟ بعدين بحكي لك. اعطيني كاسة مي اعطيني كاسة مي. حاضر حاضر. بسرعة بسرعة بس بكفي. تفضل. وجيب لي ثلجي حطها على عيني. على عيني. شو بقى عيناك؟ عم بقول على عيني. اه ايه. اخ يا اخي. اي 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 اخ شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك يا اخي ابو صالح. ما بعرف شو بياكل. ايده مثل المخبط. يا ساتر. مزربة. يا لطيف. بوعة شرارتين فاتوا بعيوني وضبضبت وضباب وزباب وطنين يا ابو صالح طنين بيقدر طنين طنين هذا ولا التليفون؟